ممكن نتعرف بحضرتك؟ انا حاتم عادل دايركتور اوف سيلز جيتس ديفلوبمنتس اريا غرب القاهره. انعقاد معرض سيتي سكيب في هذا التوقيت بيمثل دفعه قويه لانعاش السوق العقاري؟ طبعا بكل تاكيد. انت عارف حضرتك ان المعرض ده اساسي جدا في القطاع العقاري بقاله اكتر من كذا سنه، واغلب المطورين العقاريين الكبار بيعتمدوا عليه جدا سنويا انه يقام، حتى لما بيجي وقت عليه وبيتاخر او بيحصل اي ظرف بسبب الكورونا او غيره، يعني بنبقى مشتاقين دايما احنا موجودين في سيتي سكيب على مدار كل سنه ان شاء الله. السوق العقاري بدا يتعافى من اثار تداعيات جائحه كورونا؟ جدا جدا جدا. هو يعني هو انت عارف هو بيمرض لكن لا يموت، يعني لا جدا طبعا في بشائر ملموسه وفي ارقام متحققه جامده جدا معانا ومع زملائنا في التطوير العقاري. لا الموضوع مختلف طبعا الحمد لله. فعاد سياده الرئيس السيسي بدات تحصل مشاريع البنيه التحتيه بشكل كبير جدا، هل راي حضرتك ان هي ساهمت في تطوير السوق العقاري ودخول مستثمرين اجانب وعرب لمصر؟ طبعا. النهارده مصر بقت واجهة للاستثمار العقاري من الدول الخليج العربي وكمان من دول يعني ما كناش نتوقع خالص انها ممكن انها تستثمر في مصر، وبالاضافه الى ان جنبينا بعض الدول اللي كانت واعده في الاستثمار العقاري بدا يبقى عندها ظروف احنا احسن من غيرنا الحمد لله. وطبعا ده باين من خلال المستثمرين اللي بيدخلوا على التطوير العقاري في العاصمه الاداريه وكمان في الشيخ زايد وفي 6 اكتوبر، ملموس فعلا الموضوع ده. المدن الجديدة كالعالمين والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة وغيرها من المدن الجديدة ساهمت في إنقاذ سوق العقارات في أزمة كورونا؟ أكيد، ونشطت طبعا الخط بتاع الساحل الشمالي لآخر المدن المطروح طبعا أكيد ساهمت بكتير جدا. وموضوع الأبراج ده كان لازم يكون عندنا نقلة حتى معمارية مختلفة عن الاطرازات اللي كنا بنقدمها قديما من شاليهات وبنت هاوسز ودوبلكسات وفيلات، الحاجات دي كنا محتاجين احنا نخش مرحلة الأبراج، وده الحمد لله اتحقق في الفترة اللي فاتت الأخيرة. ومبادرة التمويل العقاري نجحت فعلا في إن هي تحقق مرادها سواء للشركات أو للمواطنين؟ شوف، هي يعني ما نقدرش نقول انها اكتملت حتى تصدر فيها حكم اذا كانت نجحت ولا لا، لكن هي ماشيه. يعني عندنا مثلا لو بتخص التمويل الفردي للعملاء، العملاء بيقدموا لكن لسه في مش اغلبهم حصل على موافقات. اعتقد ان لو شويه التعنت الروتيني الحكومي يفك من الموضوع ده هتلاقي الموضوع احسن ان شاء الله باذن الله. بعض الشركات العقاريه بتقول ان السوق بيمر بفتره تكسير عظام لبعض الدخلاء على السوق، الكلام ده فعلا وازاي ومن هم الدخلاء اصلا؟ هو ده مفيش شك ان هو موجود، وده بينصب في الاخر لصالح العميل على فكره قبل ما يبقى لصالح اي مطور خالص، لانه لو حد دخل على هذه المهنه ما عندوش القابليه او المعرفه الكامله ازاي يدير هذا العمل، بالتالي بيسقط مشروعه وبيضر بالعملاء. فمرحله تقصير العظام اللي حضرتك بتتكلم عليها دي موجوده، وفي الاخر طبعا ده لصالح اي عميل، انه اللي هيبقى في الاخر هو المطور المحترم اللي عارف ازاي يدير هذه العمليه الانشائيه والبيعيه والتسويقيه. الموضوع مش مجرد ارض وبيع وبتاع، لا الموضوع كبير جدا، وفي ناس اساتذه في هذا المجال ومطورين كبار هم دول اللي هيصمدوا، لكن الدخلاء اللي حضرتك اشرت ليهم ان شاء الله باذن الله نتمنى ان هم ما يكملوش. هير نيوز، أخبارها كلها عندنا.